بمناسبة اليوم الوطني للبلدية المصادف للثامن عشر من كل سنة، وعلى غرار باقي بلديات الوطن، نظمت بلدية تشويد دائرة بير العرش عرضا لمراحل تطور البلدية منذ نشاطها إلى يومنا هذا من النواحي الاجتماعية والاقتصادية وكذا الإدارية. بلدية تشويد كما تعلمون انبثقت سنة 1984، مرت بمراحل تنموية من سنة 84 إلى يومنا هذا في جميع المجالات. واليوم إن شاء الله رانا نلاحظوا يعني هناك استقرار في من ناحية التنمية رغم وجود بعض النقائص. واليوم إن شاء الله اليوم الوطني المصادف ل 18 جانفي اليوم الوطني للبلدية، يعني يوم عدنا 36 سنة أو 36 سنة منذ نشأة البلدية. بالنسبة للموظفين والعمال نشكر كلهم باسمه. ما ألاحظه كان بصفتي كمسؤول في البلدية، كل موظف وكل عامل يؤدي في واجبه على أتم استعداد، وهذا لمصلحة البلدية لتطويرها والعيش الكريم إن شاء الله. الاحتفاء حضره السيد بالعيساوي مخلوف رئيس دائرة بير العرش، أين أكد في كلمته على فتح كل الأبواب أمام فئات المجتمع من مصالح البلدية. إذن أولا نرحب بقناة الأنيس بطاقمها في بلدية التشودة، وبالضبط في هذا اليوم الوطني اللي نشطوا فيه يوم وطني للبلدية 18 جانفي 2023. مرت عدة سنوات ونحن نحيي هذا اليوم الوطني، هي فرصة باش نزيدوا نأكدوا ونثبتوا على التعليمات المجدة من طرف السلطات العمومية بفتح كل الأبواب أمام المواطنين، أولا بالنسبة للمواطنين بصفة عامة، بالنسبة للموظفين الممارسين على مستوى المقر البلدية وعلى مستوى الفروع تاعها سواء الإداريين أو الموظفين المهنيين، وكذلك فتح مجال أمام التلاميذ المدارس الابتدائية والأطوار المتوسط والثانوي للتعرف كذلك والاطلاع على مصالح والشؤون التي تسيرها البلدية وبمقدمتها إن شاء الله وصفة عامة الشؤون العامة للمواطنين.